يسرني الآن أن أدعو كافة الخريجين إلى المنصة من جديد لالتقاط صورة تذكارية مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وفي الختام يسرني أن أتوجه إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بالشكر الجزيل على تشريفه لهذا الحفل بحضوره الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أنا أهني هذه الدفعة من القيادات في الحكومة الاتحادية من الصف الثاني والثالث، ولكن ما ينتهي هذا الدور عند تخرجهم واستلامهم الشهادات، لكن هذه بداية وقدام تحدي كبير. فأنا اللي أطلبه منهم أن يستمروا في التعليم والبحث والإنجازات حتى يوصلوا مراكز أكبر من هاي. نحن في الحكومة الاتحادية ما نراوح عند المناصب العليا فقط، ولكن نريد أن نخلق قيادات شابة، وفي برنامج إن شاء الله بنطلقه اليوم هو القيادات الشابة اللي أصغر من الإخوان، مثل القيادات اللي هم أصغر منهم وخريج الجامعات والقيادات الأخرى اللي وراء أن نرفعهم إلى الأمام وإلى مراكز أكبر. ففي تحدي كبير، أحد الرؤساء الدول لما زار وشاف أن الحكومة متقدمة قال شو كان أكبر تحدي؟ فقلت له بناء الإنسان، ولكن من يومها نحن مصرين على بناء الإنسان وتخريج القيادات الشابة، حتى مثل ما أقول كان ما نتراوح عند المراكز العليا فقط ونكتفي، ولكن نطلع شباب. وفي قيادات أنا فخور بها ولكنهم يعني بيطلعون في الوقت المناسب، ونحن ما نحكم عليكم بعدد السنين في الحكومة، نحكم عليكم بإنجازاتكم. عمر الحكومة هي بإنجازاتها، فنحن نريد أن ننجز لشعب الإمارات ولرئيس الدولة، فتقاس أعمار الحكومات بالإنجازات، فلا بد أن نستمر في الإنجازات، ونحن وإن شاء الله موفقين، والله يوفقكم. شكرا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد على هاي الكلمة اللي أكيد بيكون لها أثر في أداء العام للقيادات بشكل عام. يسرني أن أتوجه إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بالشكر الجزيل على تشريفه لهذا الحفل بحضوره الكريم، كما أتوجه إليكم أصحاب المعالي والسعادة حضورنا الكريم بجزيل الشكر، وعلى أمل اللقاء بكم في تكريم الفوج الثاني من قيادات المستقبل في عامنا القادم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.